طيب يا جماعه، مفيش بنت في مصر او مفيش بنت حلمها انها تكون ميس ايجيبت، وكمان يعني ما يعرفوش ممكن يخش المسابقه ازاي او في مسابقه لميس ايجيبت ولا لا. لكن المسابقه طبعا زي ممكن اغلبنا يكون عارف ان المسابقه صعبه جدا، اللي بيتقدموا ليها لازم يكون عندهم مقومات كتير جدا، سواء بقى مقومات جماليه او ثقافيه او معلومات كتير جدا بيكونوا عارفين عنها. المقومات دي كلها مش سهله، بيتدربوا عليها. لكن احنا النهارده معانا طبعا ميس ايجيبت 2022 هاجر محمد، اللي قدرت تفوز باللقب ده من خلال 32 متسابقه، يعني كان معاها 32 متسابقه وهي طلعت ميس ايجيبت. نورانا يا هاجر. ميرسي. ازيك يا هاجر؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الله يبارك فيكي. يعني في البدايه كده، يمكن مسابقه ملك جمال مصر زي ما كان بيقول خطيب، يعني بنات كتير قوي بتحلم بيها وبيكونوا فاكرين ان احنا هنطلع وهنلبس فساتين ويبقى شكلنا حلو والناس تختارنا، فانا كده هي بقيت ملك جمال مصر. بس اكيد في الباك جراوند او خلفيه المسابقه بيكون في كواليس وتفاصيل كتير. جدا. يعني احكي لنا بقى كده حبه من اللي انت مريتي بيه لحد ما حصلتي على لقب ميس ايجيبت. بصي، واحنا الاول بتعملي ابلكيشن يعني، وبعدين ايه، بتقعدي مثلا شهر كده عقبال ما يقول لك اللي انت خلاص تروحي تعملي الاوديشن. يعني حلو. كنا 210 اوكي بنت الاول، وبعد كده قعدوا اسبوع تاني، وبعد كده حطونا 32 بنت في الجروب، وخلاص اللي هو انتوا لازم تنزلوا تعملوا الاوفيشال فوتوشوت. حصل حلو. حصل تصفيات من ال 210 دول ل 32. بقينا 32 متسابقه. بعد الحوار ال 32 ده بتعملي طبعا ريهرسلز كتير جدا جدا. الموضوع مش بيبقى جمال بس، ثقة وثقافة قبل الجمال طبعا، فده اللي بيوصلك لحلمك يعني. طيب هاجر، عايز اسألك برضو، انت عرفتي ازاي عن طريق المسابقة؟ وهل ده كان حلم عندك، ولا في مثلا اهلك مثلا في البيت كانوا شايفين ان انت ممكن تكوني تدخلي المسابقة وتكوني ميس ايجيبت او اي حاجة من الحاجات دي؟ لا، هو انا من زمان وانا نفسي اخد اللقب ده طبعا، ومن وانا طفلة يعني بمشي في البيت اقول لهم يا جماعة انا نفسي ابقى ملكة الجمال وكده من وانا طفلة. عرفت ازاي المسابقه؟ انا كنت بسكرول على الانستجرام اصلا، لقيت حوار المسابقه ده في وشي، اللي هو ناقص شهر وباب التقديم يقفل وكده. فانا اول ما نزل قدمت، قبل ما بعد كده جالنا حوار اللي احنا نروح نعمل الاوديشن. بيسالوكي اسئله معينه في الاوديشنز، بيشوفوا مثلا ثقافتك زي ايه بقى. يعني احكي لنا كده، انت اتسالتي ايه مثلا؟ انا قالوا لي انت مع ولا ضد الاونلاين ديتنج، اللي انا اديت سمون اونلاين بيهاند سكرين. اوكي. فانا كانت اجابتي لا، هو انا ازاي يعني هتجوز واحد ولا هديت واحد من خلال الشاشة. فده كان ردي الصراحة. اوكي، ايه تاني اسئلة حسيتي ان هي فخ كده؟ بصي، هم على فكرة ما بيدوش اسئلة فخ، على قد ما بيشوفوا مثلا دماغك او تفكيرك. دماغك، يعني مثلا لو صحيتي من النوم لقيتي نفسك صغيرة 5 سنين هتعملي ايه؟ حاجات كده. انا كان سؤالي ساعة الفاينل، ادي 3 نصايح للبنات عشان تخش ملكات الجمال. ايه بقى؟ انا قلت لهم هم يبقى عندهم ثقة في نفسهم، ومش من اقل حاجة اللي هم يبقوا عندهم احباط، واللي هم they believe in their self، يعني لازم يصدقوا في نفسهم عشان أكيد يقدروا يوصلوا. والثقة طبعا نمبر 1. طيب هاجر، ايه اللي في هاجر ما كانش موجود في ال 32 متسابقة خلى هاجر تبقى ميس ايجيبت؟ بص، هو احنا طبعا كلنا زي بعض، بس هي بتفرق مثلا اجابتك هي اللي على الستيج في الاخر هي اللي بتكسبك. انت بتجاوبي قدام جمهور ولا لجنة بس بتبقى مثلا كام شخص؟ طبعا. ده احنا كانت ساعتها كنا في تريوم في الحفله. لا، كان اعداد كبيره جدا، كانت القاعه اصلا منظرها وانت واقف فوق تتخض يعني. اكيد. فهي في الاخر الاجابات، وغير طبعا البرايمز اللي احنا بنبقى بنعملها. احنا عملنا ميس اليجنت، وانا كمان خدت ميس اليجنت. انت خدتي ملكي جمال الاناقه. وعملنا ميس تالنت وميس فيتنس. احنا معانا دي صورك يا هاجر، ده في الفاينلز ولا امتى؟ لا، دي صورتي اللي نزلت على غلاف نص الدنيا. اوكي. بس ميس اليجنت والمسابقات التانية بتبقى جوه المسابقه نفسها جوه ميس ايجيبت؟ هم الاول بتبقى برايمز كده، وبعد كده تتاهل للفاينل. حلوه قوي. وده الفاينل ولا لا؟ ده الفاينل نايت. اوكي. ده لحظه اعلان فوزك. التتويج بقى، التتويج ده التتويج. أيوة. وانت متوقعه اسمك هيتقال ولا لا؟ لا، لدرجه ان انا واقفه في اخر يعني خلاص بعيط، وتوترت جدا ساعتها، وحتى كانت نانسي عماله تبص لي وانا مش فاهمه هي بتبص لي ليه. وانا خلاص ابتديت اصلا، خلاص كنت بدمع على الاستيج ومش قادره. بعد ما قالوا الفور رانر اب قلت خلاص لا، مش انا، يبقى ما جاوبتش اجابه كويسه. وبعدين لقيت اسمك. طب هاجر، قولي لي مين اكتر حد كان مشجعك؟ يعني مين اكتر حد كان بيدعمك انه لا وخشي المسابقه واكيد هتكسبي؟ مين كان بيديك السبورت؟ اهلي واصدقائي.
يعني الصراحة لا عملوا معايا سبورت كتير جدا، بقوا مثلا يوم اي تالنت ولا اي برايم بقى ينزلوا لي مخصوص وييجوا الايفنت ويشجعوني. هو انت منين اصلا؟ لا انا من الرحاب عادي. لا هم كانوا مسافرين الساحل في الفيكيشن بتاعهم فرجوا على شيء. دي يعني اظرف اجابه مثلا، انا من الرحاب عادي. طيب اجر عايز اسالك سؤال، انت دلوقتي بتنصحي اي بنت عايزه تكون في مسابقه ملكه جمال مصر او ملكه الجمال عموما، بتنصحيها تبقى ايه؟ يعني تبقى قبل ما تروح كده في اللي هو المقابله الاولى ليها تكون عامله ازاي؟ تكون جاهزه ازاي؟ هو بص يعني لازم تبقى الاول واثقه في نفسها جدا. مش من اقل كلمه حد ممكن يرجعها خطوه هي خدتها قدام. اوكي. ولازم تبقى مثلا تقعد تقرا كتير، تتثقف، علشان دي اللي هتاهلها اللي هي توصل الفاينل. اجابتها اللي هتطلع. على فكره كان في ناس ممكن يبقى عملوا كل اللي عليهم بس جم ساعه الفاينل ما جاوبوش اجابه كويسه. وفي ناس كمان اعتقد بتتوتر من فكره ان انا قدام ناس، حتى لو في دماغي في اجابات مش هتطلع. لا لا هو اصلا بجد المنظر على الستيج يرعب، فبجد الناس كلها توترت. انا قعدت مثلا بتاع اول دقيقه كده متوتره، بس المايك بتاعي اصلا كان يعني مش ساعتها مش شغال، فهديتي شويه، فهديت وبعد كده جمعت اجابتي وجاوبت عليهم. حلوه قوي. طيب ومين عايزه اسالي انت؟ لا لا والله بجد. لا والله. مين ملكه الجمال اللي انت يعني شايفاها الايدل بتاعتك او القدوه بتاعتك في السنين اللي فاتت؟ فرح شعبان. اولا فرح مش خدت اللقب وقعدت يعني وما عملتش بيه حاجه، في ناس كتير قوي بتاخد اللقب اللي هو لا انا خلاص خدت اللقب ومش هعمل بيه حاجه وانا ملكه جمال وكده. لا فرح مشيت ورا حلمها وبقت مذيعه، يعني بتمشي بالستبس مش واقفه مكانها عشان خدت ملكه الجمال. وفي ناس خدت ملكات جمال مصر وما عملتش باللقب اي حاجه. فانا انتي لا كملي كملي. انتي ايه المفروض المهام اللي تعمليها بعد ما حصلتي على اللقب؟ بصي وانا دلوقتي عايزين نعمل حملات عشان التشاريتيز في مصر، طبعا عايزين اول تشاريتيز، وبلس اللي انا عايزه اعمل حمله على الرغامات الغارمات. الغارمات سوري. عايزه اطلع 5000 غارمه. اوكي. وهنعمل الحمله باسم بنت مصر. حلو. في امهات كتير قوي مسجونه مثلا عشان عليها 1000 جنيه و500 جنيه، فانا عايزه اطلع يعني الغارمات. حلو. ودي هتبقى حاجه حلوه لمصر. اكيد. وفي شركه اتصالات كبيره هتخش معانا بس مش هينفع اقول اسمها دلوقتي. هيتبرعوا برضو بمبلغ عشان نطلع الغارمات، وانا كمان من البيزنس بتاعي هتبرع ليهم. حلو. انت عامله بزنس بره ال بره المسابقه خالص. انا عندي مصنع من غير ما نقول اسماء. عندي مصنع بتاع فرنتشر. حلو قوي. حلو. اوكي. بس انت شايفه ان لازم ملكه الجمال يكون عندها شغل مجتمعي زي مثلا انها تساعد الغارمات انها تطلع من السجن، وانها يبقى ليها مثلا شغل في المجتمع عموما. اوكي. يعني لو انا خدت اللقب وما عملتش بيه حاجه خدته ليه؟ ما انا عايزه اساعد الناس. وانا في الاول وفي الاخر بمثل مصر، فانا محتاجه اعمل حاجه ادعم بيها مصر. لا بيكون في بنات دايما تفكيرها بس على انا جميله واموره وخلاص. ما في ناس خدت اللقب فعلا وما عملتش بيه حاجه، اللي هو انا جمالي كافي. لا يا جماعه جمالك مش كافي، انت لازم تعملي حاجه تثبتي ان انت تستحقي اللقب ده. مش عشان تفوزي فلو انت ما تعمليش حاجه. ايه اصعب حاجه مريتي بيها في المسابقه؟ بصي هو انا الصراحه كان الدكتور امان يعني عامله لي توتر. انا كنت بصحى خايفه لو اروح مثلا متاخر هي بتعمل ماينس ولا، يعني دكتور امال من النوع اللي هي شديده. ايوه. فكنت بخاف جدا ولا كاني رايحه امتحان الصراحه، لا كنت بروح في مواعيدي ولا بحب اخد ماينس ولا اي حاجه. اصعب فتره يوم الفاينل، دي كانت بالنسبه لي خلاص بقى مش قادره. القلب بيبقى بيدق كده من واحنا طبعا كنا صاحيين من الساعه 9 قبليها، كل ده بنعمل ريهرسل والحفله الساعه 9 بالليل، فتحس ان هو خلاص توتر بقى. البروفه بتكون على ايه؟ على مثلا شكلكم على المسرح والميزانسين مثلا انتوا بتمشوا بيه والحاجات دي كلها؟ مع طبعا المزيكا. بنعمل كات ووك. بتخش كده الاول تعمل كات ووك اصلا بالدرس بتاع الدانس، وبعد كده كات ووك بالدرس بتاع الكوين، وبعد كده بقى مثلا فكره الاسئله. فدي كانت بتبقى اصعب فكره. انت لسه واحنا يعني قبل ما نبدا بقول لك اجري بس حاولي من غير ما تقعي فالتي. لا احنا كده كده يعني كنا بنعمل حاجات كتير واحنا لابسين هيلز انا اصلا إيه ما كنتش بلبس هيلز قبل المسابقه. بس انا اتعودت يعني دلوقتي ما بقتش امشي غير بالهيلز. ايه كانوا بيمرنوكوا على ايه؟ جابوا لنا تريننج هدير، بقت تمرنا نمشي ازاي، نتصور ازاي، نبوز ازاي. هو الصراحه دكتور امال مش بتسيب حتى سمول ديتيل اللي احنا ما نتمرنش عليها.
لا انت تقفي تعملي كذا، تقفي تاخدي بوست كذا، يعني بتمرنك على كل حاجه. عشان طبعا لازم تطلعي بشكل لائق على الستيج. اكيد طبعا. طب وانت هاجر دراستك اصلا ايه؟ يعني انت بتدرسي ايه او اتخرجتي من ايه؟ انا خريجه اكاديميه بحريه اعلام ماس كوم. زميله يعني. بس يعني شايف زميلة عن زميلة تفرق. أيوة. يعني ميس ايجيبت واحدة خطيب. معلش معلش على راسي يا خطيب والله. حبيبتي حاجة حبيبتي. طيب قولي لنا يا هاجر، هل ناوية ممكن مش تستغليه، بس هل ناوية انه ممكن بعد شوية وقت تشتغلي في المجال اللي درستيه، او زي اغلب ملكات الجمال اللي عدوا اللي هو يدخلوا مجال التمثيل او كده، ولا حابه تكملي في ايه؟ بصي هو انا يعني الاول بس عايزه اعمل اللي هو حوار التشاريتي والحاجات دي، وبعد كده ان شاء الله ممكن اخش في التمثيل وفي نفسي ابقى مذيعه اصلا. بجد؟ اه حلوه قوي، ده احنا نستغلها كمان شويه. هتنضم اطلع فاصل. ايوه ممكن تطلعنا الفاصل اللي جاي. وهنا بقى اهو هنا بقى نطلع الفاصل. ايوه. طيب هاجر، عايز اسالك سؤال، هل مثلا انت دلوقتي كملكه جمال بعد ما حصلتي على اللقب ده غير فيكي ايه؟ هل مثلا بقيتي مغروره مثلا؟ لا ولا طبعا مثلا اكيد ما حدش هيقول على نفسه كده. يمكن هتقول كده. مش هتقول. يمكن هتواجه نفسها قدام الكاميرا. لا يعني حاسه لو بس بقى عندي ثقه في نفسي اكتر. هو طبعا اللقب يعني بيديك ثقه كبيره جدا. ولو انا حصلت على لقب ما بين كل المتسابقات دول، فانا بالنسبه لي الصراحه ثقه. بس الغرور لا طبعا. انت حاسه ان انت عملتي انجاز كبير؟ اه صراحه. يعني ده كان حلمي من صغري، فانا حاسه ان انا عملت انجاز. طيب قولي لنا يا هاجر، بناء على ايه بقى كان اختيار مش الملك، مش الكوين يعني، ولكن اللي هو مثلا ملك الجمال اناقه، ملك الجمال البيئه، ملك الجمال اللي هي التفاصيل اللي بتكون جوه المسابقه، بيبقى بناء على ايه؟ بصي احنا ساعه مس اليجنت احنا كل واحده فينا عملت كوستيوم، يعني مثلا انا لبست عروسه النيل وعملت وجبت الوجه بتاعتها وجبت كل حاجه عليها بالظبط، وطلعنا برضه عملنا كات ووك وكده، بس انت ساعتها ما بتتكلميش، انت بس بتطلعي تمشي بالدرس وخلاص. اوكي. وبعد كده برضه بيطلعوكي توب 10، ومن التوب 10 بياخدوا التوب 5، وبعد كده يطلعوا الكوين. حلو. فلما طلعوني كنت انا برضه متوتره جدا ساعه مس اليجنت، بس لما قالوا اسمي لا يا جماعه هي بتبقى فرحه غريبه جدا الصراحه. طبعا. وعملت في مس تالنت لبست هندي، عملت انديان شو. حلو. ومس فيتنس يعني برضه عملت اللي عليا بس ما خدتهاش. طب الاقسام نفسها اللي جوه المسابقه، يعني انت قلت لنا دلوقتي ميس تالنت وميس اليجنت وميس فيتنس. و طب معلش معلش، ميس فيتنس ده يعني بقى فيها تمارين ولا مثلا عشان احنا قعدنا كل مثلا يوم لمده 10 ايام بنتمرن من 10 الصبح ل 9 بالليل. التمارين مفيش بريك. يعني التمارين رياضيه عاديه. وكانوا بيودونا الجيم ويجيبوا لنا كابتن. اوكي. يعني بيعملوا على لياقتك البدنيه. اوكي. فلا هم بصراحه مرنونا جامد جدا، احنا ساعتها بنقول لهم يا جماعه احنا عايزين نطلع بريك ناكل، لا انتوا تقعدوا تتمرنوا، وبعد المس فيتنس لا طبعا هتقعدوا تعملوا كات ووك، فانت تحس ما بلحقش اروح انام اصلا. ايوه. قعدنا 10 ايام وبعد كده عملنا، هي بتبقى حركات كده معينه بس عشان يشوفوا يعني بتعملها صح غلط، اللياقه بتاعتك ايه او الكلام ده كله. وبرده بيطلعوك توب 10 وبعد كده توب 5 وبعد كده بيدوك الكوين. فهي فازت بيها شروق. حلوه قوي. يلا الحمد لله ادينا للشروق حاجه من ما انت واخده برده 3 4 حاجات. طيب واخده كوين يعني. ايوه. بس هاجر عايز برضو اعرف منك، انت بتقولي وانت من وانت صغيره انت حلمك ان انت تكوني ملكه جمال، هل كنت مثلا بتتفرجي على شوز، هل كنت بتتفرجي على مثلا مسابقات ملكات جمال وانت صغيره، ولا الفكره جات لك ازاي ان انت وانت صغيره كده عايزه تبقي ملكه جمال؟ بص كذا مره مثلا افتح الاقي الشو وكنت بشوفهم اونلاين دايما، وبعد كده قلت طب هو انا ليه ما ابقاش ملكه جمال يعني. وبعد كده حطيت الفكره دي. شلت الفكره دي من دماغي. عادي لو مضايقك ممكن تشيليه يعني. ممكن اشيله شويه. اتفضلي اتفضلي. حطه هنا برضه عشان ايوه باين. باين. هو بيتزحلق. طيب لا هي الفكره الصراحه كانت عندي من زمان. ولما لقيت كذا واحده اللي هي بتطلع على الستيج وكده خفت اللي هي ما بتجاوبش، يعني ممكن من كتر ما انت التوتر بيسالوك سؤال تجاوب على اجابه ثانيه. ايوه. يعني مثلا يقول لك اسمك ايه؟ انا ساكنه في الرحاب. تبقي متوترة لدرجة. هي واضح انه الرحاب عملتلك أزمة يا هاجر. مش عارفة. لا بجد انت مش متخيلة التوتر اللي احنا بنبقى فيه. يعني في واحدة بس من غير ذكر اسامي جاوبت اجابة ايه اللي انت قلتيه ده اصلا؟ انه مالهاش علاقة بالسؤال. خالص. طب قولي لي يا هاجر، هل في شروط معينة
لو مش فيكي ما تتقبليش، او لو فيكي ما تتقبليش؟ هو اهم شرط اللي انت لازم تبقي يعني الجنسيه مصريه. تمام ماشي. وطولك ووزنك يبقوا مناسبين مع بعض. اوكي. يعني هي ما فيش طول معين. طول معين ولا وزن معين، بس يبقوا الاثنين ماشيين مع بعض. بس كده، هم دول يعني الشروط الاساسيه. ايوه لا يعني في حاجه تبقى مثقفه طبعا. لا اقصد مثلا لو واحده عامله تجميل في شكلها دي ما تتقبلش ولا عادي؟ لو يعني ايه الحاجات اللي هو لا ما ينفعش؟ لا يعني لو تجميل عادي اللي هو مثلا بوتوكس فيلر الحاجات البسيطه دي، واي نوت يعني. حاجات بسيطه يا هجر، ما بقتش بسيطه والله. لا دي بقت حاجات بسيطه بصراحه. لا انا بالنسبه لي ما بقتش بسيطه خالص. وبعدين بقت يعني مش مغيره في شكلي، انا بعمل رتوش يعني. رتوش ايوه. الرتوش عادي، بس مش تيجي واحده مثلا عامله نفسها شبه هيفا وهي اصلا لا، يعني أوكي. حاجات اللي هي طبيعيه بس. التغييرات الجينيه الجذريه دي. دي. طيب هاجر، عايز برضه اسالك، هل انت دلوقتي وانت بقى في المسابقه كنت مثلا عامله لنفسك نظام مثلا ريجيم معين او دايت معين، وكنت او انت مثلا بتحب الاكل؟ اصل في ناس بتحب الاكل كده. بص انا بحب الاكل جدا. اوكي، بس انا ساعه المسابقه قلت لا، انا كان وزني زايد شويه فقلت لا انا لازم اخس. زايد ده اللي هو كام؟ معلش عشان برضه انا كنت زايده 3 كيلو قبل الفاينل. ايوه زي بالظبط، زي بالظبط. بس انا ازاي يعني قعدت وريحت بقى وخلاص بس. يعني بس انا قبل الفاينل ب 10 ايام ما بقتش بعمل حاجه غير انا بشرب عصير بس، منعت الاكل خالص. بس ده مش صح، عشان بس محدش يقلدك. محدش يقلدني. بس انا عملت كده عشان كنت حاسه ان انا عايزه اطلع على الستيج، يعني خلاص ابقى بيرفكت وخلاص، ابقى عملت اللي عليا والباقي طبعا توفيق من ربنا. فلا الصراحه طبعا خسيت جامد. ودكتور باهي كمان هو كان معانا في المسابقه، كان عامل لي نظام غذائي. بس انا جيت في الاخر قلت له لا معلش يا دكتور انا همشي على العصير بقى عشان ايه ننجز. طب انت قلتي انه بيكون معاكم في مدرب للجيم وفي حد بيعلمكم ازاي تتصوروا وازاي تقفوا والحاجات دي كلها، ايه تاني مدربين او بوتشز بيعلموكوا ايه؟ بصي هو انا بقول لك دكتور امال الصراحه ما كانتش بتسيب حاجه غير لما مثلا ايه احنا نطلعها بيرفكت، فهنجيب حد مثلا يدرب كده. ايه بقى؟ احنا كان عندنا برضو ندى بتدربنا نطلع ازاي على الستيج والفاينل ونقف ازاي، والدانس هي اللي مدربانا عليها. تمام. بس هم دول بس. يعني التغذيه وندى الطلوع على الستيج والاستعراضات والحاجات دي، وهدير كان بتعلمنا الكات ووك ونقف ازاي. تمام. وكوتش ايمان هي اللي كانت بتعمل لنا الفتنس. اوكي، وفي حد اتيكات ولا لا؟ لا، ما هو انت اصلا لو ما عندكيش اتيكات مش هيقبلوكي من الاول. صح. طب هاجر دلوقتي علاقتك كانت عامله ازاي بزمايلك في المسابقه؟ يعني كان في ضغائن وغيره ولا كان الموضوع فيه حب وبالعكس كان كنت حابين وودين بعض؟ بص يعني ما فيش ولا مره حسينا ان احنا داخلين كومبيتيشن، لدرجه ان احنا مثلا واحده ناقصه حاجه لا كلنا بننزل نروح نجيبها لها. ما حسيناش كده يعني، احنا لغايه دلوقتي كلنا اصحاب وبنحب بعض جدا، فانا اصلا برضو كسبت معرفتهم من المسابقه. يعني انت برضو طلعتي بصداقات من طبعا المسابقة. كلهم يعني حتى كلهم دخلوا باركولي والف مبروك وانت تستاهلي اللقب وكده. طب وانتوا مع بعض كنتوا مثلا بتتخيلوا ان مين هتبقى الكوين فيكم؟ كل واحده كان عندها راي تاني، يعني مثلا واحده تقول انت، واحده تقول لا دي صاحبتنا دي كده. يعني ما كناش كلنا متجمعين على شخص بس. طيب بما انك برضو يعني ملك الجمال الاناقه كده، تقدري تقولي لنا شويه تيبس او نصايح للبنات انه ازاي ممكن بشكل بسيط قوي تطلع شكلها حلو شيك انيق؟ بصي يعني اهم حاجه اللي هي تلبس اللي بيليق عليها. مش عشان انا مثلا عجبني حاجه عليكي وما تليقش عليا فانا اروح البسها. فكل واحد يلبس اللي بيليق عليه وعلى جسمه. حلو. وما بلاش نقعد نقلب بعض. اوكي. طب انت بصي عايزه تقولي لا بجد؟ لا والله. انا طيبه قوي النهارده. انا طيبه قوي. طيب السؤال بقى اللي هو الفضولي ده اللي هو ايه هي الجوائز اللي بتاخدها ملكات الجمال عموما؟ مفيش جوائز بالظبط، بس هو اصلا اللقب ده جايزه ليها طبعا. يعني هو اللقب بس، لكن مفيش جايزه مثلا ماديه جايزه لا. مثلا انها يا ابني انت ليه دايما بتسال عن ماديه؟ ايوه على فكره في ناس كتير دخلت، هو انت بقى ايه واخده كام؟ خدتي كام بقى؟ يا جماعه ما خدتش حاجه، انا خدت بس اللقب، هو اصلا بالنسبه لي اللقب كافي جدا. طبعا. اوكي. فلا احنا ما بناخدش اي حاجه ماديه. انا لو منك كنت استغل اللقب بتاعي. كنت عدت نظر في الموضوع. لا بس والله يعني كان لقب نفسي فيه فحققت حلمي. اكيد لا اكيد طبعا باظ. طيب هاجر قولي لنا، هو المفروض يعني بعد خلاص حصولك على اللقب هل بيكون في زي مشاركات في مسابقات عالميه ولا لا؟
يعني ان شاء الله دكتور امال رزق بتحاول تاخد لنا ميس يونيفرس، وانا هطلع امثل بلدي في البلاد الاخرى. حلوة قوي. بس هي لسه يعني الرخصه ما جاتش، فاحنا لسه مش عارفين نشوف ولا لا. لا ان شاء الله يا هاجر، يعني بنتمنى لك كل التوفيق في حياتك، وطبعا حياتك طبعا الاجتماعيه والاهداف الاجتماعيه اللي انت بتتكلمي عليها، وان شاء الله كده برضو تمثلي مصر في مسابقات عالميه كبيره. وميرسي ليكي ونورتينا. ميرسي. شكرا ليكي يا هاجر، نورتينا. شكرا. ميرسي يا نوره. العفو خطيب. خلينا. وانت ماشي؟ انا ماشي بس هطلع فاصل ولا نخلي هاجر تطلع فاصل؟ انا اطلع فاصل. عايز تطلع فاصل؟ طيب احنا بصي بقى. ايوه اشرح لها بقى. احنا هنطلع فاصل وان شاء الله هتكون ضيفتنا في الفقره الجايه سابي خبيره علم الفلك والابراج. لا انت اطلع فاصل. صعبت الموضوع. طيب خلينا نطلع فاصل نرجع تاني على طول مع خبيره علم الفلك والابراج سابي.